السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله والصلاة على مصطفى أفضل خلق الله. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. أنا من زمان أتمنى أنه ألاقي وجها لوجه كده يعني كلام، عشان ما ينخفي عليكم أنتم كلكم زي ما بكونوا، ما يجي يخدعنا. إيه أنا بسأل سؤال واضح، حتى صوف حق ولا باطل يشبكني لك؟ الحلاج قال، البرعي قال، يا أخي البرعي قال، ده البرعي بتنكره؟ البرعي قال. أنت ده تعال اثبت لي أنه أنت ذاتك عندك علم، متعلم من منه؟ ما عنده علم، والله أخلف على قسم ما عنده علم، ما عنده علم. وعلمه منه؟ علمه من منه؟ علمه من علمك ده بوصله منه؟ وصله لمحمد مصعب عبد القادر؟ محمد مصعب عبد القادر طلعوا كلب، اسمع مني علم كيف؟ كلب بفهم مني شنو؟ هو واحد محمد مصعب عبد القادر ما عنده علم، عشان الناس بتقول لك ذاته عنده علم، كويس؟ معليش انت بتيجي ترد لي انا وترد لي انت، اذا عندك كلمه مع التصوف، عندك مشكله مع التصوف حلها مع التصوف، ولو عندك مشكله مع زول حلها مع زول. احنا والله بنعبد الله، والله لو انت بتعبد الله اول حاجه الله بيقول في محكم تنزيله انك المسلمين ديل ولا تجرحهم. الامام الشيخ البرعي ده يذكر له اول حاجه في محكم تنزيلي، ما هو حافظ انا ما بذكر لانه يمكن يقول لي انا كذاب فيها ذاته، كويس؟ البرعي ده انت بتيجي تقول اديك الصوره ولا هي ذاته دايره في صوره النور، البرعي ده بيغيم امشي بس من كلامي لا لو ما لقيتها، كويس؟ معليش انت بتيجي تتكلم في حاجه اصلا انت ما عندك فيها علم، وبعدين يومي داير معاكم مناظره، دايرين معاك مناظره، انت شغلك كبار ناظر من زمان، قبل 200 سنه مناظر لك، مناظر قبل 200 سنه وانت طلعوك كذاب، شيوخك الكبار طالعين كذابين، عشان ما تتكلم حاجه، يتكلم ساي واي حاجه يا كذاب. انت قبل 200 سنه عاملين معاك مناظره في مصر، اتعملت معاك في السعوديه، حتى في السعوديه قيمت معاك مناظره، وهسه اخر كلام في السعوديه مطلعين انه الفكر الوهابي هو الفكر الذي يمول الدواعش، هو الفكر الذي ينشر الارهاب، الفكر الوهابي، وهسه انت قلت ابن تيميه رحمه الله، ذولك قبل شويه قال ابن تيميه ده ما شيخنا، نكروا. لا والرسول صلى الله عليه وسلم قال لا زال الرجل، يعني اختلاف بيناتكم انتم نفرين هنا، خلينا نرجع لشيوخك، نرجع نجيب كتب ابن عثيمين، ابن باس الالباني هسه يقول الكلام، ابن باس يقول عنده الله يقول عنده رجلين، الله عنده يدين، يجي ابن عثيمين يقول الله عنده يد واحده، يا اخي الله نحن نصدق منه؟ ابن عثيمين ولا الالباني ولا ابن باس؟ خليه انت وهيهيبي ذاك وهابي عرفناه، انت وهيهيبي عشان انا اتكلم معك واسمعك. وبعدين انت لما قمت انا احنا لما قمنا لو انت جاي تقول لي اقسم بالله في الطريق بتاع انت انصار سنه والقروش لك اللي اكلناه قبل ما تاكل انت، مين ما كنا صغار كان دارنا اشرح لك، وفي ناس انا ممكن اديك لها مسه بتعرف انا ما داري دخل فكر وهابي بيعتمد على الريال. السعوديه دي والله العظيم زي ما قال صدق يوم تفاعلت المنبر هنا قال السعوديه ذاته الناس صلحوا معها العلاقه، والله ممكن نضغط عليهم كم 90% بتجيكم دينا عمل 10% و10% قلت ادبكم نشيلها. وهسه حاليا انت لو عندك كلام في الكونجرس، في الكونجرس بتنكر؟ في الكونجرس فضح أن الفكر الوهابي دعم افغانستان مشكله، يا دي مشاكل سياسيه انت جاي تتكلم فيها، انت جاي لديم ما جاي لسياسه يا عليك الله بشير، وده ما الاصل كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم اي حاجه بقولها في مسجد ما بيجي في الشوارع، ما حصلت ولا من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وانت بتقول ابراهيم بن ادهم، ابراهيم بن ادهم نعم عندما خرج بالعلم ما خرج جاء لجهله ولا لناس اصلا ما عندهم علم جاي يطمز عليهم. تحفظ لي 114 سوره تحفظها ما اعرف، رب غارين يقرا القران والقران يلعنه، تقرا يعني انا حفظت ال 114 سوره ما بعرف تفسيرها، اي اتكلم قل هو الله واحد يعني الله واحد، طيب قل هو الله واحد دي مفسره في في في, في كل التفاسير طوال، انا بس ما اديتهم التفسير اقول لهم قل هو الله واحد، ما يظل قل هو الله واحد عارف الله واحد، لان انت لما تيجي تقول لي ايه اصلا انت ما جبت لي من ادله من التفاسير ما تفسر لي على هواك، تفسير على الهوى ان كان الا من الشيطان، يعني ما بتفسر لي من راسك انت، لو انا اصلا بفسر من راسي والله كان اديك مليون ايه واعملها على راسي، والله على راسي. لا يعني انا الف لك والله ما ده عملك انت ما بعمله انا. ده عملك. عملك انا الف لك. طيب الحمد لله. ليه يا اخوانا ليه؟ ليه ليه؟ يا اخي اسكت اسكت يا اخوان. ليه ليه اسكت اسكت اسكت. اسكت اسكت يا اخونا. طيب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يعني الحمد لله تبين لنا ان هذا الكادر الذي كان يكرك من قبل عبارة عن دلوكة مقدودة بس. انت من قبلك بتكورك لي والله انا لاوزت منك والله انا في البدايه لاوزت منه انا قال القبه تحت في فكي يا احمد كورك اصبر 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 خلوا يا اخواننا خلوا خلوا
اقعد اقعد اقعد. خلوه خلوه. طيب انا دار ارد، دار ارد على النقاط، دار ارد على النقاط، دار ارد على النقاط. طيب يا هو ده الشغل بتاع الصوفيه هذول يا اخوانا. ازل بكورك ليك تشوف العجاجه كده لما انت لاوس. انا والله في البدايه لاوسها من قبل اقول ادي ده وادي ده. اظن انا لاوسها منه قبل، قال الزول قاري وكده وهناي. لكن شكله حمد المنتصر ورطه، ليه؟ لانه قال والله نحن بنعبد الله براو وما عندنا شغله بيزول. الزول ده شنو يا اخواننا؟ على 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 الفطره. والنبي صلى الله عليه وسلم قال كل مولود يولد على الفطره فابواه يهودانه او يمجسانه او ينصرانه. فده في المرحله بتاعت التصويف، فهمت؟ او يصوفانه، ده في مرحله شنو؟ خلوه يا اخواننا، خلوه خلوه، ما تتكلموا معه يا اخواننا، خلوه خلوه خليه يا خليه 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 كورك. طيب ازول ده كويس، انت ازول كويس كونك بتنكر العقائد دي، الشينه منكوره. عشان كده ديل من قبل بيقول لي دخل داك دخل داك، ليه؟ لانه ده طلع وارقه، فهمت؟ ما فاهم اي حاجه، انت ما عارف اللي بيدخلك هنا شنو. اوعك تدقس ساكت، ما تدقس تخش ساكت. قال بيلعبوا على الطلبه، داو معاه كم واحد قال في الدفعه، يقعدوا يناقشوا ونحن وبنسوي ونحن ما بتسوي حاجه، انتوا ناس جهله ساكت. وشبهاتكم دي قلنا لكم حافظينها يا اخي، امشوا جيبوا حاجه جديده، حاجه جديده. قال ما تجرح، بعد ما تعصر شديد قال في سوره النور، جيب لنا الايه ما مشكله بنقبل بها. ما تجرح، فهمت؟ طيب يجيب لنا لغايه الركن الجاي. قال ابن تيميه نكرته، كلام محي الدين وما فهمه. محي الدين قال لك ابن تيميه اذا اخطا شنو؟ نحن قال بنرد عليه وبنتبرى منه. النبي صلى الله عليه وسلم لما وجد امراه مقتوله قال من فعل هذا؟ قالوا خالد. قال اللهم اني ابرا اليك مما فعل شنو؟ خالد. ابن تيميه ما نتبرى من غلطه؟ نتبرى من غلطه طوالي لو غلط، وفي النهايه الحمد لله شبه تردت لك، هنا مزمل رد لك عليها. طيب قال الان الكونغرس قال الفكر الوهابي هو فكر الارهاب. مع علاقتك بالكونغرس بقى ظريفه جدا، حمد المنتصر الازيري ومين الصوفيه ماشين ساقم عصام الشيخ. عصام الشيخ ساقم قبل فترة مش كم نفر؟ 15 نفر مشوا قدام الصوفية قعدوا. في واحد ضرب لي رقمه قاعد في الواتساب في البيت. ايوه مشوا، ايوه دي استخبارات المدينة طبعا. طيب فمشوا هناك واحد والله من ولاية اريزونا ضرب لي، اسمه ايهاب ولا اسمه منه، من ولاية اريزونا. قال لي الناس ديل جو هناك والحمد لله ما مشى لهم ناس. قال لي احنا حذرنا الناس ديل وواجبنا لهم الفيديوهات حقت شيخ ابو بكر وشيخ مزمل وكذا، والناس اللي بيجوا ما يحضروا لهم. حتى قال لي في واحده عندها بيت صغيرونة كذا، فبقت لما تحضر الفيديوهات بتاعت حمد المنتصر تقول لا يا ماما ده الواد ما بيعرف قران، ده الزول ما بيعرف قران. في امريكا انت قال الامريكان ده اللي بيخشوا معاك توش، انت قال لهم زي الهسي ده، عرفت؟ ده هسي ده هو نوع داعش ذاته، انت ده اللي بيجندوا داعش. وما فاهم الموضوع شنو بالشاكل، اوه في شنو تقول له؟ ولك لا لا فيش ناس ولا لا مالك، ما عارف الحاصل، ما تكورك يا ود الناس. عشان كده ده من قبل دار يمرقه لانه عارف ده شنو دوارقه. طيب قال ابن باز قال الله عنده يدين، وابن عثيمين قال عنده يد واحده، كذاب. الاثنين بيقولوا الله عنده يدين. ابن عثيمين قال الكلام ده في شرح الواسطيه قاعد في البيت. والدليل ربنا قال بل يداه مبسوطتان ينفقه، ربنا قال وقالت اليهود يد الله مغلوله، ربنا قال غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نارا للحرب أطفاها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين. سورة المائدة، فهمت؟ ما أنا جرساك. طيب ثاني قال ما تقول لي قل هو الله أحد وطوالي، وقام خرم والله الواد ده زي الخياط بيقوم بس بلتي. ها اها ده زي ما جاء في كتاب، زي ما جاء في كتاب طبقات الشعران، في عندهم شيخ في نهايه الكتاب قال وكان يقرا صورا غير التي في القران، والله جد. قال ويقول وما نحن بتصديق هود بصادقين، ثم يقول اهدينا ثواب هذه الايات الى الاحياء والاموات، فهمت الحاصل؟ وده كله من الكلام العجيب، من الكلام الدار ينكره. قال ما تقول له البرعي، الواد خايف من الكتاب، ليه؟ لأنه ما شغل علمي، ما شغل علمي، ما عرف الجواء، والله الواد ده مسكين، نسأل الله يهدينا ويهديك، ما عرفه، أسل الكتاب، الكتاب ده عايله، دي صورة أبوك الشيخ نحن طامصنا، فهمت؟ عشان الملائكة تخش بيوتنا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة،
حديث جابر في صحيح مسلم وصحيح البخاري. طيب ولد بالزريبة وكده وبتاع وقع الله وغام المساجد الآخر، قال انتغل الرفيق الأعلى يوم عاشوراء في 426 في اليوم ربنا أهلك فيه فرعون ذاته. طيب الأسباب للإنتاج الإعلامي والنشر، هواتف 09-123-52-152 184-41-53-E-mail الأسباب @hotmail.com جامعة المستقبل دي في شارع الهواء بيجاج، فهمت؟ ها؟ اي اي ما مشكلة مشينا لهم، وما عندهم حاجات كثيرة، احنا لو مسكنا معاهم بنضيع زمننا اخونا، جزاك الله خير، لكن كده مشينا لهم، فهمت؟ الكتب دي حقتهم، حقت البرعي، حقت الصوفية. أنا لو داير الآن أعرف مسألة الآن عندنا في الجامعة، لو داير تعرف مسألة في الرياضيات بتمشي تفتح المرجع بتاع الإنجليزي، صح؟ تمشي بترجع مرجع شوم والجماعة دي. لو داير تعرف ليك حاجة في الهندسة الكهربية تمشي المكتبة هناك، تمشي تفتش المرجع ذاته. أنا الآن داير أعرف الصوفية، برجع لمنو؟ برجع لكتبهم. ها؟ أيوة، ناس الجامعة ذاته رجعوك للكتب دي. هذه لها قاعدة برقم بتاع إيداع عضو الطبعة الخامسة، ومعاه ترغيم دولي كمان، ترغيم دولي من 701، وقال لك أجازه عبد الرحيم حاج أحمد وقي الله، ده العامل المقدمة، وأجازه البرعي بالزريبة، فهمت؟ وكلام كثير موجود. ما ممكن تجي تنكر لي كلام ثابت زي ده. ده هنا قال لك كتبه الفقير إليه تعالى عبد الرحيم الشيخ محمد وقي الله، قال فهذا ديوان اشتمل على قصائد ربانية ونبوية وصوفية ووعظية وأدبية وتاريخية، سميته رياض الجنة ونور الدجنة. قال دي أدبية أدب ربانية وكده، وكلام كثير جدا في 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 القصيدة بتاعت أذكر إلهك رب العرش، أذكرها لك الآن قبل شوية شيخ مزمل. أيوة أمرك علي سريع. فهمت؟ نمسك لك ده برضو، لو فتحت أي صفحة هنا بتلقى فوق برضو كلام كفر بالله في ساقية الليل عمالي. قال قال الحسين على معبودكم قدمي وضعته، يا له من عارف كاسي، وقائل خط بحرا زاخرا وقفت، قال خط بحر زاخر وقفت بساحل منه رسل سادة الناس. قال أو ده كلام أبو يزيد البسطامي، قال خضنا بحرا وقف الأنبياء شنو بساحله، فزول الدار يخش جهنم يبقى صوفي. كتابة الفيوضات الربانية برضو هنا، والله جد لو مت على هذه العقيدة والله تخش جهنم ولا كرامة. طيب لا دخل لي المنبر الجاي، المنبر الجاي، المنبر الجاي. الساعة كم؟ الساعة كم؟ ها؟ طيب طيب هنا صفحة 64-65 ساعة كم هسه؟ 7 إلا ربع. خلاص كويس، نديه دقيقتين ونختم على كده نرد عليه. ايوه كويس. طيب الزول ده قال الدخل الاخير ده زعلان زعل شديد، طبعا الزول لما يكون زعلان شديد ما بيقدر يتحكم في الكلام، يفلت ساكت خلاص، هاي بيكون ما في كنت شو اسمه هنا؟ هاي بس انا انجليزي ضعيف طبعا. طيب قال ابن باز قال الله عنده يدين اثنين، والعثيمين قال الله عنده يد واحده، وما معروف نصدق يا تو قال. ودي شبهات اللي بيجيبوها طبعا ناس حامد بابكر، يعني ديل ما اتوا بجديد، ديل زي الدلو، تعرف الدلو بيشيلوا بيفرق، بيسمعوا ذاك حامد بابكر، واحد اسمه مين عبد الله كده هي الكلاك للوحده، واحد اسمه اللي زيرك وغيره، وديك ذاتهم بيشيلوا من حته، ما فيهم زول بيقرا كتب ابن تيميه وبيطلع منها مثلا شبهه، ما في ولا شافوها ذاته قبل كده، بيقروا كتب اللي واحد اسمه المالكي، واحد اسمه السقاف، والكوثري، الهالك، بيجيبوا الشبهات جاهزه بشيتات بيدرسوها لهم في دورات مغلقه. لكن الغريب انه ديل بيحفظوا نهايه الشبهه، يعني الواحد ما بيتابعها من البدايه، نهايه الشبهه. اول حاجه كلام ده فارغ وكلام باطل. خلاص انه اختلفوا في انه يدين اثنين ولا يد واحده، الاختلاف ده باطل ما حصل اصلا. وربنا قال قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين. نحن من قبل بنقرا من كتب الصوفيه
واحد فيهم حسب ما انا كنت قاعد يعني، واحد فيهم جاب لك كتاب مرق وكده ما في. اي بس كت ولا قبلي مش كده؟ ولا قبلي، عرفت كلامي؟ زول بنجر بنجر من راسه. نحن ذاتنا نحن جينا السوق، انا زول شغال في السوق لكن جاهز. اصلحتي معاي، البرعي قاعد جوا الشنطه، مكاشفي قاعد جوا الشنطه، عرفت كيف؟ عدنان ابراهيم قاعد جوا الشنطه، الترابي قاعد، نقد الشيوعي قاعد، الناصرين قاعدين، ضربوا لي جامعه تنقسنا. قال لي والله يا اخي في واحد حزب التحرير طوالب اطلع كتاب الشخصيه الاسلاميه جزئين لتقي الدين النبهاني، مؤسس حزب التحرير وبركب بمشي. ضربوا لي جماعه البحر الاحمر برسودان، جماعه البحر الاحمر، قالوا في واحد ترابي لي، قال اشيل كتب الترابي طوالي. الحركه الاسلاميه في السودان التطور والمنهج والكسب، عرفتها؟ المراه بين تقاليد الدين واصول الدين وتقاليد المجتمع، وا 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 طوالب نتحرك. ضربوا لنا جامعتين، قالوا في شيوعي عفن احمر ظهر هناك طوالي، كتاب دور العمل في تحول الجريد الى انسان لانجلس، وكتاب الاشتراكيه الطوباويه والاشتراكيه العلميه لانجلس، وكتاب مختارات لينين اكثر من اربع اجزاء وغيره. شيل طوالي اتحرك، انت ما جاهز ده بطريقتك، جاهزين بفضل الله. مويه ونور، مويه ونور. براو براو قال انا جاي الجامعه، اي براو قال جاي، ايوه براو 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 قال جاي الجامعه وما جاهز، شبابنا دل جاهزين بفضل الله عز وجل. طيب نرجع لشوفها. اول حاجه ربنا سبحانه وتعالى قال في القران: بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. انتهى الموضوع، انتهى الموضوع. ربنا قال بل يداه، ويداه الالف دي الف شنو يا جماعه؟ التثنيه. والها دي شنو اسمها؟ الضمير راجع الى الله سبحانه وتعالى لفظ الجلاله. بل يداه، يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، والضمير ده راجع لربنا سبحانه وتعالى كما في الايه، بدايه الايه. ده الزول ده قبيل لما جاب يوم يكشف عن ساق، صح ابن عباس قال ما هو الساق؟ عرفت كلامي؟ بمفهوم الساق يعني القوة وكذا وكذا. ليه؟ لأنه ما قال يوم يكشف أو يكشف عن ساقه، قال عن ساق. فهمت العتة دي؟ أما الحديث اللي جابه لك شاف في البخاري هو حديث أبو سعيد الخدري، ورد عن غيره برضه في البخاري، عرفته؟ ورد عن، ورد بصيغة طويلة وصيغة قصيرة في صحيح البخاري، حديث أبي سعيد الخدري قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول، يقول يكشف ربنا عز وجل عن ساقه. دي ما بتقدر تأويلها. ليه؟ لأنه قال ربنا عن ساقه، وساقه ده ضمير الهاء، والضمير في اللغة يرجع إلى أقرب شنو؟ مسمى، وأقرب مسمى ومذكور ربنا. ما بتقدر دي تقفلها، تقفلها. أنت ما جاهز في الجامعة لما تكس، لما تكس بعدين خش هنا. فهمت كلامي أنت؟ ده الموضوع. هنا في الآية ربنا قال بل يداه، بل يداه، والضمير راجع لله عز وجل، ما بتقدر تحلها. الصوفي محمد المنتصر البليد الإزاري حسين خوج اللي فتح له الغناء، قلنا له جبنا معاه رفض، لأنه لو دخلنا جوا هناك بشوف شعاع، أنت وحسين خوج الاثنين، عرفت كلامي؟ وهسه دي، هسه دي نحن مستعدين لمناظرة أي عاطل على وجه الأرض، أي عاطل، صوفي، تجاني، سماني، شيوعي، شيعي، بعصي، بوزي، نقشمدي، سجمرمات، ابليس ذاته. انت ما قدرت تجيب ابليس ذاته، ينجغي منه باذن الله عز وجل. فهمت كلامي؟ شيخك ذاته الكبير ابليس، ربنا قال ان كيد الشيطان كان ضعيفا. الازارك نحن بنجيب لك الرد وبنجيب لك الشبهه اللي انت ما حافظها، شوفها شيخك ونرد عليها برضه بعد ذلك. شيخك الازارك محمد المنتصر البليد قال، قال يداه، اليد قال يعني النعمه في الايه دي. ايوه طيب الله يداه دي صيغه شنو يا جماعه؟ مفرد، نديك خيارات او ممكن تستعين بصديق، مفرد ولا مثنى ولا جمع؟ يا طلاب كليه الهندسه مثنى، لانه الالف الف شنو؟ الف التثنيه، عرفت كلامي؟ والمثنى ده بينصب بالالف، بينصب يا جماعه بالالف. طيب بل يداه ده مثنى، مثنى يعني اثنين، اثنين يعني خلاص. ومحمد المنتصر قال بل يداه، اليد مقصود بها النعمة. طيب معناته كلام البليد الصوفي الإزيرك معناته الله عنده كم نعمة؟ كم نعمة؟ اثنين. وربنا كذب الكلام ده في القرآن: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. في شبهة نديك لها،
تاني عشان تجيبه وانا تاني نجغمه. ان تعدوا نعمة الله جات نعمة، جات نعمة ما جات نعم. اذا كلام اللي زيرك صح ما صح، لانه نعمة جات مفرد ولكنها مضاف. نعمة الله نعمة مفرد وهي مضاف، والله الله في محل اضافة اليه. فهمت كلامي؟ خلاص. والمفرد المضاف يفيد العموم والكسر والجمع، عشان كده قالوا بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله، الله هو اسم واحد ولكن شمل جميع الأسماء الحسنى جواه. ليه؟ لأنه قالوا يا مفرد مضاف، والمفرد المضاف يفيد الجمع ويفيد العموم. فهمت كلامي أنت؟ أي فنحن عشان ما نتكلم كثير، شوف يا صوفي، شوف يا صوفي، نحن جاهزين للمناظرة. ده قال ما جاهز لأنه قد جاء الجامعة. أنا لو جيت المستشفى الدايات الحمد لله بكون شايل معي كراس بقرة، هسه ده كتابي، هسه ده كتابي، أنا شايله معي في الشغل بقرة بيه. تكون جاهز أنت، لأنه المحارب، الزول المحارب ده لو بيخد السلاح مرة في البيت وبيجي طالع ساكت، ده ما مجاهد ولا محارب. لابد سلاحك ده يكون شنو يا جماعة؟ سلاحك ده يكون معك طوالي. فالصوفي قال ما جاهز للجامعة، نحن جاهزين في أي حتة، في الجامعة، في الجامع، في الإسبيتاليا، جوا البحر تلقى هناك سلفي قاعد بيجرمك بينجمك. عرفت كلامي؟ طيب انت ما جايز، ما قلت كده جيت الجامعه ما جايز، ما جايز، جيب لنا الزول الجايز. ده ما جايز وده ما جايز، جيبوا لنا الزول الجايز، لانه قالوا الجايز يضرب، مش كده؟ جيبوا الجايز. منو الجايز يا ناس؟ انا بتمنى من الله انه يكون في مناظره ثانيه حق زي حقت يوم الاحد. حميده يا اخي بقى زي ودبرك الدقه ومطره، ما شفت انت في اليوتيوب يا اخي؟ والله انجغم جغم بفضل الله، جغم ثقيل ما بفضل. نحن ما عندنا حاجه، جيبوا امرقوا لنا ثاني. وحماده ما جا المناظره، دردقنا ودردق، قلت لك رمى لنا صارقيل بلعوا جداخل. فهمت كلامي انت؟ مناظره مفتوحه مع اي شيخ كبير الياغوتي، لكن ده بيمشوا مناظره ناس ملجنين من انصار السنه، ونحن ما انصار سنه. جبير وهو فاهم غلط ذات او خاشي غلط، نحن ما انصار، كنا معاهم فعلتها اذا وانا من الضالين يا اخي، كنت ضال زمان. فهمت كلامي؟ انا كنت ضال لكن الله هداني. فهمت كلامي؟ في شنو يعني؟ في شنو يعني؟ ممكن زول يكون شيوعي عديل احمر يقول الله ما في، إيه الله يهديه ويسلم ويحسن اسلامه، صح ولا ما صح؟ ويجي يجغمك كصوفي، في شنو يعني؟ ما في اي حاجه. ده موضوعك يا طلبه؟ دي حجه؟ دي حجه؟ هاي انا اللي قدامك ده كنت فنان بتاع سكسكه وبحته النبق، عرفت كلامي؟ في الدوره المدرسيه، وكنت ممثل، عرفت كلامي؟ الله هدانا. هاي ما لازم يكورك، لازم يكورك، لانه الشغل ده ما بتقدر تناقش حجه حجه ابدا ابدا ابدا. فالمناظره نحن مستعدين، خليك معي. خلاص جيب اللي سيرك اللي هو الطاغوت بتاعكم، جيب الركيني، عرفت كلامي؟ جيب يا شيخ، ما تمسكني يا شيخ. الله يجزيك خير، الله يجزيك خير، الله يجزيك خير. انا قاعد اتكلم ما كملت كلامي. فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. طيب اولئك الذين هداهم الله وليكم الالباب. طيب يا جماعه احنا جاهزين لمناظره اي عاطل، ديل انتهينا منه، موضوع ده انتهى. شوف لي، عرفت كلامي؟ جيب شيخك محمد المنتصر اللي زيرك، لانه ديل قاعدين يناظروا انصار السنه اللي هم حمام ميت، حمام ميت انصار السنه يا شيخ. جايبين الياغوتي احمد مصطفى الياغوتي، عنقرته كبيره كده، جايبينه معاه ود البله بتاع انصار السنه، اظنه كان مدير محد بتاع انصار السنه بتاع الكلاك لذاك، عشان اوريك انصار السنه حمام ميت. فده الصوفي قال له ابن تيميه، قال له ابن تيميه قال الله الله في صوره شاب امرت وله نعلان من ذهب، ولما خلق السماء والوطا الله فتر ورقد وخلف كراعه فوق الثانيه. طبعا ابن تيميه ما قال، عرفت كلامي؟ وين موجود؟ بيجي مالو ما جا، مالو ما جا، يا ودول انت بتاع شنو؟ هسه عم يجيبوا، هسه هاك مش اركب ركشة اجيبه تعال، ما في كلام زي ده، فهمت كلامي انت؟ هسه عم يجيبوا تعال، عرفت كلامي؟ جيبوا خميس الجاي، خميس الجاي، لا لا مزق، الزول ده قال شنو؟ جيب لنا كتاب ابن تيمية. دقيقة يا أخي اصبر، يا أخي اصبر، لا اصبر، لا لا ما سمحت، ما سمحت، خليني أتكلم، ما سمحت، أديتك قبيل وتبرطعت وطلعت، الله يجزيك خير، خلاص دخلوا ديل. دخلوا ديل، دخلوا ديل، أرد على النقطة دي وديك ما في مشكلة، خليك واقف، خلاص؟ أرد على الكلام ده، الكلام ده كذب على ابن تيمية، والزول ده دجال وكذاب، عرفت كلامي؟
دقيقة يا شيخ، أنت سيت لابن تيمية، قلت ابن تيمية قال الله في صورة شاب أمرك، جاي تدغدغ العواطف وتقول تدغدغ العواطف وتقول ما سيلي ما سيلي، لأنك سيت لشيخ الإسلام ابن تيمية في قبره يا صوفي يا كذاب يا محتال. دار تخوفني أنا؟ ها؟ دار تخوفني أنا؟ كذاب. ابن تيمية ما قال كذاب، اوعى تقول لي ما سيلي كذاب. جيبه، أنا ما بديك الخميس الجاي، بديك ليوم القيامة. جيب ابن تيمية قال الله في صورة شاب شنو يا جماعة؟ أمرك ليوم القيامة يا كذاب يا محتال. فقام قال له دقيقة، فقام قال له المذيع قال له ودي البلة رد، ده بتاع أنصار السنة، قال له رد على الصوفي ده. قال والله يا أخي نحن نلتقي مع عقلاء صوفية وما يجمعنا معهم الكثير، ده الأنصار السنة حمام ميت وزيك واحد في الضلال وفي الباطل، لكن انت بتزيدهم بالشركيات وبالكفريات. فهمت كلامي انت؟ ليوم القيامة عشان ما تعمل لي جوطة وحركات بتاع الدراويش في المنبر، ما بتقدر بتتنجم. فهمت كلامي؟ ابدا. الصوفية الان البرعي قال عند شيخك كون شنو؟ كون عنده ذليل حقير، لا تخالفه ابدا، تميل لغير ده. البرعي قال كده، اوعاك من الكجار ومعاملة التجار، تقول لي ما عبدوا الناس لغير الله؟ أوعاك من الكجار ومعاملة التجار، في كربك أنده بدغيثك جنده. وربنا سبحانه وتعالى قال شنو؟ أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، أإله مع الله؟ أإله مع الله يا صوفية كذابين؟ أإله مع الله؟ ربنا قال قليلا ما تذكرون. وربنا قال انتم بتدعون من دون الله ديل برعي مكاشفي كباشي، اولاد الكباشي جاوهم في قناة النيل الازرق. شوف ده شرك ولا ما شرك؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما روى الترمذي من رواية ابي العباس عبد الله بن عباس، اذا سألت اسألني انا؟ قال لي اسألني لانه انا الرسول؟ قال لي قول يا الرسول؟ قال لي قول يا نبي الله؟ قال لي اذا سألت فاسأل الله، واذا استعنت فاستعن بالله، واعلم ان الامه لو اجتمعت على ان ينفعوك بشيء لن ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله تعالى لك، الى اخر الحديث. جود انا في النهايه ما مكلف انه اهديك، لانه انا ما بهدي. انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء، لكن انا مكلف انه ابين لك انه كلامك ده كفر بالله وكلامك ده شرك بالله، لانه سيدك الرسول صلى الله عليه وسلم قال لابن عباس، قال لي إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. وسيدك الرسول ربنا نزل له في القرآن قال له وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وربنا نزل لسيدك الرسول صلى الله عليه وسلم قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات. ربنا قال إيتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين. ربنا قال بعديها ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. ربنا قال وهم عن دعائهم غافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. يا شيخنا المناظرة قدمنا طلبة وقدمنا ورقة، ما عليك إلا تجيب شيخك الإزارك أو الركيني، عرفت كلامي؟ أو حامد بابكر، أنا داير الجواكيم الكبار، لأنه موضوعك أنت انتهى خلاص، عرفت كلامي؟ أيوة هنا وفي يومنا يوم الخميس ولا يومهم ذات. أيوة والبارد علينا، بس أنت تجي، بس أجيب شيخك ده يجي، عرفت كلامي؟ لأنه أنت فرصك أديتك ليه وانتهيت من فرصك دي، شيخك يجي، عرفت كلامي؟ جزاكم الله خير، بارك الله فيك. الناس تجي بس بدري، دقيقه ما خلاص المناظره، خلاص وقت المناظره، خلاص تجي المناظره في شنو؟ اكتب. عين في واحد سالني هنا طالب، دقيقه يا اخي، واحد طالب، لا اكتب لي، في واحد طالب سالني، اصبر يا اخي الله يهديك، يا شيخنا جيب جاهز للمناظره، حدد الزمن، حدد الزمن للمناظره، ده مزمل الزمن فقيري الزمن. الخميس الجاي واقع بتين؟ الخميس القادم القادم. طيب دقيقة يا صوت، إيجار القاعة علينا
هم قالوا دارين قاع، هم قالوا كده ما علينا. بكامل بكامل اصبر بكامل نفقاتي. عرفت كلامي؟ عرفت كلامي؟ دقيقة يا شيخ، دقيقة يا شيخ، بس ده بعد الدائر وانا طبقته لك. نعم الدائر انت هو الشباب قال ان احنا ما نعذرهم. انت اصبر يا اخي، جايك انا جايك. الدائر هو طبقته ولا ما طبقته؟ طبقته. يلا الان داير حاجة واحدة لا ثانية لها. عرفت كلامي؟ جيب لي يا جماعة ديل الازيرك. هاي ما ده لاب جواكيم، حامد بابكر، اي واحد فيهم او كلهم جيبوا. عرفت؟ حامد بابكر. عرفت كلامي؟ الياغوتي محمد مصطفى الياغوتي. نعم عرفت كلامي؟ الركيني محمد عبد الله الدياني. عرفت كلامي؟ لا ده احمد داود. احمد داود. لا 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 ما بتحدده، لانه انا وافقت لك واجرت لك القاع. انت كلامي؟ اسمع كلامي يا شيخ. دايرين محمد اقرا لكم الكلام يا طلب، اقرا لكم الكلام. طيب ارجع ورا شوي. طيب اول حاجه اي شرط قالوا انا وافقته. الخميس القادم صح؟ الخميس القادم جاهزين للمناظره وقعنا عليها، وده التوقيع مزمل الفقيري جاهزين للمناظره امشي غادي. قالوا ايجار القاعه ندفعه، نحن ما ندفعهم، دفعناه ولو 50 مليون ان شاء الله ندفع. عرفت كلامي؟ يلا نحن عندنا شرط واحد، عندنا شنو يا جماعه؟ شرط واحد لا ثاني له. جيبوا لنا واحد من ديل او كله ما في مشكله. محمد المنتصر اللي زيرك، حامد بابكر، محمد مصطفى الياقوتي الدكتور. لا 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 ده ما تابع زيك. انا بجيب لك بنتي حوت ناظرك، عمرها 9 سنه. يعني شنو يعني؟ ما تجيب لي ناس شفع صغار، جيب لي بجواكيم الكبار. ايوه ولا ما تجيني تجي تعمل لك مساجد، لانه انا اجرت لك القاعه 50 مليون دي بتدفع انت؟ انت فاضي من اكل الفته؟ طيب عرفت كلامي؟ دقيقه يا خصبر. اللي هو اسمه اللي هو قلنا محمد مصطفى الياقوتي، خلاص. بعد ذاك قلنا الركيني، قال دار محمد احمد داوود نكتبه له محمد احمد داوود. يلا ديل كم واحد يا جماعه؟ ديل كم واحد؟ الخنجر دكتور صلاح الدين الخنجر اللي هو المشهور. اي بس خلاص الموضوع تختاره انت. عرفت كلامي؟ وكله بنجهزه لك، ان دارنا نريح لك الغاعه بنريح لك. الصوفيه حقا باطل من السياسه، ما عندي مانع. الموضوع بتاعه يا صوفيه حقا باطل. 09123 09123 123. لا 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 في المناظره. ما هذا هو ده معايا جاي. 23 53. اكتبوا لي. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وصية القحطان. بالله قولوا كلما أنشدتم رحم الإله صداك يا قحطان.